يا سلام يا سلام على الجمال. الإبداع اللي شفناه ده أول مرة يتعرض وعمله مخصوص هادي بسيوني المخرج والمصور وصاحب قناة المراجعة النهائية، عمل لنا مفاجأة وعمل لنا إهداء للقاهرة والناس إن احنا نشوف جزء من شغله. أهلا وسهلا بيك يا هادي. أهلا بحضرتك. شاكر جدا على العرض الجميل اللي انت عملته وانك اديت لطارق نور جزء من حقه. الله يخليك. هو يعني ده هو رائد فعلا، يعني واحد من لما يتحطوا في التاريخ هيبقى واحد مهم جدا طبعا. والحقيقة انا خدت بالي من انت قلت اول قناة تستضيفني، صاحب اول قناة تستضيفني. عايز اقول لك تعليق كان عظيم وفي مكان محدش ياخد باله منه قوي، انت بتاع التفاصيل صح؟ وده اللي بتعتمد عليه في الفيديوهات اللي بتعملها؟ التفاصيل يعني بحاول اركز في التفاصيل عشان نقول حاجه مختلفه يعني. طيب. احيانا ما تربط لي ده بدراستك، ايه رايك يا هادي؟ انا خريج الجامعه الالمانيه كليه فنون تطبيقيه، درست ميديا ديزاين فدرست اخراج وكده، فانا في العادي بحب اركز في التفاصيل، بس طبعا مع دراستي فبقيت بركز في التفاصيل ليها علاقه بالاخراج وليها علاقه بالممثلين وكده، فمن هنا يعني ابتديت اعمل حلقات المراجعه النهائيه اللي هي بركز في تفاصيل اخراجيه وحاجات كده. والله. طب يعني ممكن تقول لي ازاي قدرت تكتشف الحاجات اللي محدش بيكتشفها في الفيديوهات اللي بتمر علينا كلنا؟ لو انتم ما اتفرجتوش يبقى لازم تتفرجوا على الفيديو بتاع هنيدي وشخصيه محمد هنيدي اللي هو اكتشفها في مسلسل. ازاي اكتشفتها؟ هي يعني ما فيش طريقه معينه في المسرحية. يعني مثلا المسرحيه دي هي بتبقى ارزاق مبدئيا يعني. انا يعني مثلا وانا طفل كنت طفل شقي، فكل ما كنت اعمل دوشه او حاجه كانوا يشغلوا لي، كان عندي شريط فيديو مسرحيه الاباندا فيشغلوها لي. فمن كتر ما شفتها لما كبرت بقى كمان مع دراستي فركزت في تفاصيل ليها، بس مش اللي هو كنت بقعد اركز عايز اطلع منها حاجه، هي فكره بتيجي كده يعني. بتيجي الهام بالظبط. عايز اقول لك بمناسبه الحاجات اللي انت عرضتها في الفوازير، المخرج المعروف رائد لبيب. رائد لبيب كان مخرج حسين على الهوى وحسين على الناصيه وابراهيم مصر، هو الان في العنايه المركزه. الف سلامه. عنده كانسر سرطان، فربنا يشفيه، قلوبنا معاه بندعي له. اسعدنا كثيرا وامتعنا كثيرا، هو كان مخرج مهم وشارك، كان مساعد مخرج في حكايه ميزو وهند والدكتور نعمان وغيرها من الاعمال، واكتر حد عمل كاميرا خفيه مبهجه للناس كانت في كل رمضان رائد لبيب طبعا، وكان اسمه مشهور طبعا كمان. فربنا يشفيه. وزوجته بتسال بتقول الفنانين يا ريت يسالوا عليه يعني، لانه ده كاسر في نفسه قوي، ربنا يرفع عنه ويخرجه سالما طبعا. حالته المعنويه مهمه جدا عشان يقدر يقاوم السرطان، وربنا يا رب يشفيه ويشفي كل مريض. مليون سلام عليه. الف سلام. طيب انت طبعا يعني بما انك عملت الاعمال دي فكان واجب علينا ان احنا نتكلم طبعا في الجزئيه دي كمان دلوقتي، هو يستاهل مننا كتير. لكن 26 سنه بس عندك، 26 سنه بس. انا حاسس انك كبير يعني مش عارف. 26 مش صغير، 26 ده سن نجاح، سن خطوه لقدام. متخرج بقاله 5 سنين او 4 سنين. اربع سنين فهي دوبك. امتى ابتديت المراجعه النهائيه؟ ابتديتها من 8 شهور تقريبا. عملت، ما كانش في دماغي ان انا بعمل برنامج، ابتديت شفت الفيديو كليب بتاع فاكرك يا ناسيني بتاع محمد فؤاد. فلفت نظري شويه حاجات كده ليها علاقه بالشارع المصري وقتها، ان الاغنيه كان فيها محمد فؤاد بيمشي، الشارع كان جميل قوي، اللي هو بيعدي ياخد رغيف عيش من هنا بيفطر هنا، الناس كلها بتسلم عليه حاجات كده. فقلت يعني كنت عايز اتكلم على الموضوع ده، لان الاغاني دلوقتي بقت بتبين ان الشارع قبيح جدا يعني، ان الشارع فيه كله ناس بتكره بعض ومش عارف ايه. فعملت الحلقه دي لقيتها الحمد لله جابت ارقام كويسه، قمت عملت بعديها حلقه تانية لمراجعه اشرف عبد الباقي، بعديها قررت بقى ان انا اثبتها برنامج يعني. طب وليه المراجعه النهائيه يعني؟ يعني دي دايما بتفكرنا بالامتحانات الحقيقه يعني، والستريس بتاع الامتحان، وبنعمل ايه عشان نلم المنهج هو انا سميت اول فيديو مراجعه فاكرك يا ناسيني، تاني فيديو مراجعه اشرف عبد الباقي. فلما جيت افكر في اسم للبرنامج حسيت ان انا اسميه المراجعه النهائيه، فاقدر بعديها احط مراجعه كذا مراجعه كذا، وغير ان هي مش مذاكره، هي مراجعه يعني، هي ملخص في النهايه. أيوة. تعامل مراجعه للبلطجي بالزبط. لتطور البلطجي ممكن نشوفه علشان تقرب لنا الفكره وناقشك انت ليه رحت للزاويه دي. يلا بينا. يلا يا جماعه. المر بزياده والعرب السيطره. انا الالمان دين اللمبي. انا جابر الشرقاوي. انا ولاد رزق. لما وراكش الجلابيه السودا اللي لابسها ده، انا فرنسا لا قال اتنين ولا بلطجيه تيم. ايه الحيوان؟ طيب
ازيكم يا جماعه؟ مبدئيا كده محدش بيحب البلطجه، ولا حد عايز يتثبت في الشارع، ولا عايزين نشوف الاشكال دي في الشارع المصري اصلا. اصحى كارت يا 10 10 جنيه بس. مفيش مشاكل لو شفناهم على الشاشات المصريه. العلبه دي فيها ايه؟ معرفش. لا تعرف عطلناش يا بلدينا شخل الجيب. بس انت لو مديتش للمتفرج المصري نصيبه من الفرجه على البلطجه اللي للاسف مسليه سينمائيا مش هيغلب، يروح يتفرج على بلطجات اوروبا وامريكا وامريكا اللاتينيه، وصدقني انت الخسران في الاخر. هناك الافلام هاي بادجت والبلطجه بيعملوا كوارث. اصحى خواجه. فانت الاسلم الاسلم انك تفهم الناس ان اللي بيحصل على الشاشه ده خيال خيال خيال. ما تخافش، ده غير ان البلطجي المصري مهما كان عنده مبدا، يعني دايما له خط احمر ما بيعديهوش. اشهر خط فيهم انه ممكن يعمل اي حاجه غلط ممكن تتخيلها. الا حاجه واحده، عمري ما خنت واحد صاحبي. ما اقدرش اخون ولاد رزق يا مان. صلاح معارك ما بيخطفش على حد. ماليش في القتل يا باشا. انا اسرق. اكذب. لا انا اقتل لكن اقطع راس ليه؟ انا مجرم. صاحب مبدا مهما كان البلطجي المصري في النهايه بيلبس اشيك لبس، سلاسل ذهب، خواتم غاليه، حلق عند هشام ربيع، يعني بيمنجه نفسه. عنده فكره اشباح في طبعنا فرافير في لبسنا، عادي فاحسن من غيره. وبقبض عليه في اخر الفيلم، بس سيبه يتبلطج طول ما الفيلم شغال. بس هتقبض عليه ازاي؟ ما هو ملوش ملك، ممكن يبقى طويل قصير تخين رفيع راجل ست طفلة. لو هوصف البلطجي المصري بكلمة مش هقول قوي مفتري مجرم، لا انا هقول هي كلمة واحدة، حبيب. انا اللمبة ذات الحب. لازم قصة حب، لازم. وحب حب مش هزار، يعني يموت نفسه عشانها ويخونها. بلطجة بقى الحب الحب. يعني دي المراجعة النهائية بتاعت البلطجي اللي عملها لنا هادي. وعلى فكرة بالمناسبة دي من الحاجات الممتعة جدا، لأنه بيقدم فيها معلومة، بتقدم فيها مقارنة، وبتقدم فيها فكرة، بتقدم حاجات كتير قوي. أنت بتقدم محتوى هادف في النهاية هادي. يا ريت يعني. طب صناعة المحتوى بالنسبة لك إيه؟ يعني كانت أنت بتقعد تكتب سكريبت وتحدد وتربط أفكارك عشان تعملها، ولا بتعملها إزاي؟ هو في الاول انا بيجي لي الفكره، يعني مثلا الفكره بتاعت البلطجي جات لي ان دايما بلاقي الناس بتنتقد افلام البلطجه وكده، ونفس الناس دي ممكن تبقى بتحب جدا الافيه بتاع العلبه دي فيها ايه مثلا. ايوه. ما هو ده واحد بيتبلطج على واحد في الشارع برضو، يعني يبقى هي المشكله تقريبا مش في البلطجي. فبتجي لي الفكره، بتبتدي من هنا، بقعد بقى افكر فيها، شو اتفرج على حاجات. وطول ما انا بتفرج. طب بتدور ازاي؟ يعني بتختار ازاي اذا كنت انت مش عارف المشهد في الفيلم بتاع ايه؟ هتروح له ازاي؟ حاجات كتيره من السيرش بقى وحاجات كده. يعني بعمل الاول بنشن على الحاجات اللي انا عارفها. يعني في حاجات ببقى انا من لما بتفرج عليها وكده فانا عارفها، بخش اجيبها. ولو عايز بقى حاجه معينه تخدم السكريبت ببتدي ادور، ممكن اسال ناس صحابي. يعني حابب برضه اشكر ان حلقه الكاميرا الخفيه دي ساعدني فيها واحد صاحبي اسمه ابراهيم، وحلقه البلطجي ابراهيم فوده. قول اسمه كده. وساعدني وفي حلقه البلطجي ساعدني واحد صاحبي اسمه محمود جمال. بياخد وقت قد ايه الفيديو عشان تعمله؟ يعني بياخد مثلا مني اسبوع لو قاعد بشتغل عليه. بس هو طبعا انا بتعطل لاني بشتغل بقى حاجات ثانيه. حاجات ثانيه اكل العيش. اللي بيجيب فلوس بقى. اللي هو بقى اللي بيجيب فلوس وانت بتعمله. اللي هو ايه؟ انا دلوقتي فريلانسر، مخرج اعلانات. ويعني بخرج، هو انا حاليا بشتغل في الاعلانات. الاعلانات صراحه بتجيب فلوس كويسه وسريعه. وسريعه بالظبط. وهي يعني هو انا نفسي ابقى مخرج افلام طويله، بس هي حاليا ده انا واخدها خطوه. بالظبط. يعني ده كويس. بس انا عاجبني انك من جيل دايما بنتهمه بانه بقى جيل فاضي، جيل فرافير. لكن احنا بصراحه تجاربنا مع السوشيال ميديا اللي احنا بنشوفهم ناس عندهم رؤية نقدية للمجتمع. ايه السلبيات اللي انت بتبص عليها كده بعين المخرج للمجتمع؟ المجتمع عامة؟ الشارع المصري. هو سؤال طبعا صعب. بس يعني انا بحس عامة في الشارع المصري الناس، يعني انا قلتها في حلقة الكاميرا الخفية، الناس محتاجة تطول بالها شوية. يعني ساعات تمشي في الشارع تلاقي الناس مكشرة بلا داعي، يعني اللي هو ما تبتسم هيحصل ايه؟ عادي يعني. حاولت وده بيبان في رد فعل الناس فعلا في برامج الكاميرا الخفيه. دلوقتي اي برنامج بينتهي لما بيعرفوا ان هو مقلب لازم خناقه وضرب. انما كان زمان تلاقيه بيضحك. ملاحظه عظيمه ان الناس كانت هي البطل في الشارع. دلوقتي الابطال هم الفنانين. اللي بتكرروا كل سنه باشكال بالزبط. مختلفه. ايه اكتر فيديو جاب لك شير؟ فيديو بتاع مراجعة محمد هنيدي، أستاذ محمد سانكافولا. لأن طبعا اسم هنيدي اسم كبير طبعا، أستاذ محمد هنيدي. غير كده أن الناس بتحب تلاحظ حاجة اللي هي فيها قوة ملاحظة وكده، غير البلطجي ده مجمع حاجات. فيديو بتاع محمد هنيدي
لاحظت حاجه فالناس عشان كده حبيته. هو احنا هنخليه مسك الختام، بتتمنى ايه؟ انا بتمنى ايه عامه في حياتي يعني انا بتمنى اخرج فيلم طويل ان شاء الله في السينما، يعني فيلم طويل ان شاء الله باذن الله ربنا هيوفقك. طالما انت عايز واضح عندك امكانيات عظيمه، الله يخليك، عندك كمان عين مصور وعين كرايتر كاتب، دي حاجه مهمه جدا. هادي احنا بجد سعداء جدا ان احنا قابلناك، وعلشان كده احنا عايزين نسيب مع شكرنا ليك انطباع عظيم شخصيا. انا وقفت قدام الفيديو ده واتفرجت عليه اكتر من مره، ازاي شاف محمد هنيدي في مشاهد صعب جدا انك تعرفها لو انت مش عارف اللي هو عارفه. احنا شكرناه واحنا بنشكر هادي. هنطلع نشوف الفيديو ونطلع فاصل، بعد الفاصل هنستقبل الناقد والكاتب الكبير الاستاذ طارق الشناوي في حلقه حول اثر الكورونا على الفن والابداع المصري. نلتقي بعد الفاصل.